الفنانة راوية تكشف لأول مرة حقائق مثيرة حول حياتها الشخصية والعملية. كشفت الفنانة المغربية المقتدرة فاطمة الهرندي المعروفة براوية على حقائق وأسرار خاصة بها وبأسرتها خلال حلولها ضيفة على أحد البرامج الحوارية المغربية الذي يبث على موقع تحميل الفيديوهات العالمي يوتيوب. ووضحت راوية السبب الذي يجعلها لا تمتلك الوقت لنفسها حتى تعيش حياة طبيعية وتخرج وتجلس في المقاهي، راجع لكونها تعتني بوالدتها وشقيقتها اللتان تعانيان من إعاقة جسدية ألزمتهما الفراش، وأكدت على أنها تعاني في صمت ولا أحد يعلم بذلك، إذ أنها تمر من ظروف جد صعبة ولا تجد من تشتكي عليه ولا من يساعدها، ويعتني بوالدتها وشقيقتها بحب وحنان كما تفعل هي. وأضافت أن شقيقتها تعاني من سرطان على مستوى الدماغ، فيما والدتها تعاني من مرض تقدم السن ما تسبب لهما في عدم القدرة على الحركة والكلام. كما أضافت الفنانة راوية أن شقيقتها تعاني أيضا. وبخصوص موضوع الزواج قالت راوية: أنا عايشة مرتاحة لأنه بكل صراحة ما كانش اللي يستاهل، ما لقيتش اللي يستاهل نضحي عليه، اللهم نضحي مع الأقارب، وشكون اللي غيقبل على واحدة عندها مسؤولية الأم والأخت ديالها. وتابعت: أنا سبق لي تزوجت وعشت قصة حب اللي مني تختمات بالزواج ولات فاشلة، ما تفهمناش في نمط الحياة وتفارقنا، وأنا أسعد امرأة حيت ما تزوجت مرة أخرى، عايشة أحسن حياة رغم مرارتها. وأضافت: الزوج السابق ديالي كان كيضربني لمدة عامين، وإحنا عندنا عيب المرأة تزديها على الرجل، ولكن جمعت ليه عامين ديال الضرب وعطيتها ليه في النهار الأخير ومشيت في حالي. وكشفت على أنها حصلت على مبلغ 20 مليون خلال تشخيصها لدور للا ماما بمسلسل رضات الوالدة، مقسمة لقسمين 10 مليون للجزء الأول و10 مليون للجزء الثاني. وتداول عدد من الصفحات الخاصة بأخبار الفن والمشاهير عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام فيديو الفنانة راوية، حيث عبروا عن تعاطفهم الكبير مع وضع الفنانة المغربية وإبداء تقديرهم واحترامهم لتضحياتها الجسام من أجل أفراد عائلتها. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.